مرحبا بكم. اليوم هنعمل القطايف بدون اي نوع دقيق، هو خالي من الجلوتين. وصفة سهلة وسريعة، يلا الوصف. لوز ني او دقيق اللوز 100 جرام. اذا استخدمنا دقيق اللوز ما بلزم خلاط، خل ملعقة كبيرة، ماء ورد 2 ملعقة كبيرة او قليل من الفانيلا، ملعقة كبيرة بديل السكر ستيفيا، نوع التحلية وكمية هي اختياري، بيكربونات الصودا ملعقة صغيرة، وبيضة واحدة. نطحن مكونات جيد. ممكن استخدام اي خلاط متوفر عنا، او اذا كان دقيق اللوز جاهز بدون خلاط، او ممكن نطحن دقيق اللوز لوحده، لانه هذا لازم خلاط صغير، كمية صغيرة لازم خلاط صغير، يعني ممكن نستغنى عن الخلاط. 200 جرام جبن مبشور، جبنة مازوريلا او اي نوع جبن، المهم يكون بدون كربوهيدرات، مكتوب على الجبن. بنذوب الجبن في الميكرويف لمدة دقيقة او على الموقد. هيك اصبحت العجينة جاهزة، نعجنها جيد حتى تنسجم مع بعض. يعني الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. نوضعها على ورق الزبدة او على نايلون المتوفر عنا عشان بسهل علينا الشغل. يفضل ان لا تكون العجنة ساخنة، يفضل تكون شوية باردة مشان ما تلزق معنا وتكون سهلة مثل هيك، يعني لسه هذه فيها شوية دفاوة، تكون باردة أحسن. بكون ممكن نستخدم صحن مع سكين إذا غير متوفر القالب، أي شيء بنقطع، ما بنعمل شكل دائرة. الحشوة اختياري، أنا وضعت نصف كوب مكسرات ونصف كوب جوز الهند وملعقة كبيرة من القرفة، نخلطهم مع بعض. وضعوا شو ما بتحبوا، ممكن نوضع بديل السكر معهم حسب ذوقكم. بنفرغ العجنة ونوضع الحشوة، يعني الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. يعني كل ما تبرد العجنة معنا أكتر كل ما كانت أسهل معنا. بنسكرها في أي شيء، بنسكرها مثل ما انتو شايفين، يعني أبسط من هيك ما في. بنشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 220 درجة مئوية، نخبزها مثل أي شيء بنخبزه، المهم نحن نرقبها. نوضعها على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة تقريبا، يعني لازم احنا نرقبها. العسل أو القطر أو الشيرة ما بعرف شو بتسموه، بذور لتشية 2 ملعقة كبيرة، نطحنهم جيد مثل هيك صاروا بودرة. نوضع 2 كوب ماء عادي، 2 ملعقة كبيرة بديل السكر ستيفيا أو أي نوع مناسب لكم من التحلية، هذا خيار لكم بسيبه أنا. نوضع بذور للشيا وبنحرك. ماء ورد، نوضع 2 ملعقة كبيرة ماء ورد أو قليل من الفانيلا. نوضع لون طعام اختياري، ولكن لو كان لون أصفر بكون أحلى، أنا غير موجود عندي أصفر، وضعت قليل من الأحمر. نوضع بالخلاط ونطحنه قليل حتى تنسجم كلها مع بعضها. لون الأصفر أجمل بكتير. هيك أصبحت جاهزة. العسل أو القطر أو الشيرة ما بعرف شو بتسموه، والقطايف أصبح جاهز أيضا. نوضعها بالعسل لمدة دقيقة، بتركها حتى تمتص العسل أو الشيرة أو القطر، ما بعرف شو بسموه، في كل بلد بيختلف التسمية. نوضع المكسرات، دائما لازم نتأكد من أي وصفة بتناسب نظامكم الغذائي، ما في وصفة بتناسب جميع الأشخاص. مثل ما انتو شايفين وصفة كتير روعة، خلينا نتذوقها مع بعض.
الطعم كتير مناسب كبديل بالأخص لمرضى السكر وللكيتو دايت وللناس اللي بتعاني من حساسية الجلوتين، هو كتير مناسب كبديل. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأن رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى يشتركوا بالقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل من شان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.